صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ صحيحه لاباس؟ الحمد لله. اليوم الفيديو جديد كما كتشوفوا معايا. المهم هذا النهار بدي عليكم الفيديو تسالي تروينتي كملت كلشي. المهم يلا شويه هذا باش فطرنا جمعه الدار. المهم درت غير واحد التجميعه خفيفه وصافي. دابا وجدت راسي باش غادي نخرجوا. المهم خارجه انا وراجلي وادم. اول حاجه بعدا غادي نمشيو عند غنمشيو عند الدونتيست اللي دائما كنمشيو عنده هكا، ماشي على قبلي انا وانما على قبل راجلي. غادي يعمر واحد الدرسه وغادي نمشي معاه هكا، اكيد غادي نديكم معايا. كما شفتوا النهار درت شفار الصراحه، شحال هذا ما درتهمش، وقلت اليوم رشقه لي عليهم، رشقه لي على المكياج، فايقه بواحد النشاط وواحد الحيويه. قلت علاش لا ما نغيرش ونديرهم، واخا زعما ما غادي حتى شي بلاصه غير حد يعني خارجه هي خريجه هكا. هادو هما دوك الشفار اللي كنت خديت عند خالد مرحبا، ومرا ما درت حتى شي حاجه، حدي درت شويه الايلاينر من هنا فقط، ما درتو شي عينيه كامله، ولصقت هاد الشفار وصافي، ودرت واحد الغوجاليف و واحد الكرون. المهم حاولت ندير داكشي شويه شويه هكا يكون خفيف. كاين اللي غادي يجي هذا المكياج ثقيل وشي حاجه كثيره، ولكن بالنسبه لي انا راه عادي لحقاش ديجا يعني كندير المكياج في الايام العاديه. المهم لبست غير هاد الكسيوه هادي خفيفه ومريحه بيني وبينكم، كتعجبني هكا لا كنت خارجه اولا كنرتاح فيها، ما كديرونجينيش. واليوم كاين واحد الصهد، واحد الصهد في اكادير ما نعاودش لكم البنات، كاين الموت ديال الصهد. داكشي علاش اضطرينا انه نخرجوا من الصباح باش دغيا نقضيو الاغراض ديالنا ونرجعوا للدار. ما عرفتش واش غادي نتغداو في الدار عند الوالده ولا في شي بلاصه. المهم مازال ما كاين حتى شي بروغرام في راسي اللي عارفه هو اننا غنمشيو عند الدونتيست هو الاول، عاد من بعد نقرروا شنو غادي نديرو. المهم هانتوما معايا ندوزو مع بعضياتنا هاد النهار. وهنايا جينا للدار عند الوالده، لقيناها دايره لينا واحد القصريه ديال الكسكسو مشهيتكم البنات، بالتفايه واللوز والكركاع والبيض. المهم زوقاها على حقها وطريقها، تبارك الله عليها، جات غزاله غزاله بزاف ولذيذه. صافي هنايا غادي نتغداو، عاد من بعد غادي نخلي ادم عند الوالده ديالي لحقاش كيما قلت لكم كاين الموت ديال الصهد على برا، ما غاديش نقدر نخرجو يعني معايا في هذا الصهد. صافي غادي نتغداو ومن بعد نتلاقى بكم. انا رجعت لكم البنات، المهم سمحي لي ما صورت لكم مازال حتى شي حاجه من الوقيته ديال الصباح فاش كنا هكا عند طونتيس. صراحه ما درنا شي حاجه، غير سالينا هكا من عند طونتيس ومشينا مباشره للسوق. ومشيت غير للسوق ديال انزكان، كان خاصني شي لبسه هكا لادم لحقاش كتعرفوا دابا بدا كيدخل شويه البرد. واخا هذا الجو كما قلت لكم مخربق، مره البرد مره الصهد، وبغيت ناخذ لي هكا شي لبسه تكون سخونه. وكانوا عاجبيني بزاف واحد الجيريات ديال الدراري الصغار، كنت شفتهم ديك المره وما خديتهمش ليه، وهذه المره قلت ضروري ما ناخذو ليه هكا لا جا البرد اولا لقى يعني شي حويجات ما لبسهم. المهم انا نشارك معكم حويجه اللي خديت لادم. اول حاجه هو ادم راه حدايا، ها هو البنات، خديت ليه هاد الشيء اللي هذا كيجي هكا. انا نعطيه لك ماما، نوري اليوم ونعطيه لك ياك، واخا كيجر ادم، نوريه اليوم ونعطيه لك. ها هو البنات كيجي بحال هكا، خديته في هاد اللون هذا، في هاد الماغون اللي كيجي زوين هو الكحل، وفيه القب من هنايا. المهم هاكا سيدي ما بغاش يخليني نوريكم. والحاجه الاخرى يلا بلاتي بلاتي نوريهم. والحاجه الاخرى خديت ليه هاد السريويل هذا ديال الجين. صراحه يبان لكم هنا شويه طويل، هو ديجا جا هاد طويل شويه عليه شي شويه. المهم انا غادي نقصو ليه من بعد، خديته هكا سامبل في هاد الزرق هذا، ما فيهش هكا قوه يعني الزواق وهذا، كتعرفوا الدراري الصغار لكن انا هكا داير. المهم الدراري الصغار كيجوني من الاحسن ناخذ ليهم سريويل عادي وسامبل، ماشي داكشي اللي فيه دوك التشارب داك التخربيق، مازال ما وصلش للعمر ديالو. الادبيه بالحفله كلشي هو ماشي يلا حطو حدايا. والحاجه الاخرى اللي خديت هي هاد التريكو هذا، خديته في
هاد اللوين غايجي اسوختي مع هاد الجيل اللي خديت صراحه خديت هاد اللبسه كامله يعني اسوختي باش نلبسها ليه. المهم هاد التريكو سخيخن هكا شي شويه ديال الخيط هانتوما تشوفوا راه غليظ زعما نقدر نلبسها ليه مالك هذا فاش كتقول هكاك نقدر نلبسها ليه هكا غير مع شي دوني هكا من تحت صافي راه غادي تكون مزيانه. يلا هكا ماما يلا سكت ما باقيش تقول هكا صافي. المهم بالنسبه للناس اللي عسوني على الاثمنه صراحه البنات الاثمنه على السيد ملي كلشي وعطاني الثمن النهائي بالنسبه لهاد اللبسه كامله طلعت عليا ب 240 درهم يعني 240 جاتني مزيان. انا اللبسه كامله بهذاك الثمن راه مزيانه خصوصا دابا قريب العيد النبوي يعني كيبلاو الحوايج شي شويه. ايوا سكت عفوا ودي يلا سكت. هذا ما غاديش خليني نهضر معكم نهائيا نوريكم الحاجه اخرى اللي خديت. هذه خديتها ليا والله البنات ما كنتش معوله كاع ناخذها. انا معوله غير ناخذ البيت الادم فقط ونرجع. ها انتما نوريكم خديت هذا الصاك هذا تتقولوا لي كيفاش جاكم في الكومونتير. هنايا فيه بحال الدان هنايا في البلاصه. المهم البنات ادم راه ما خلانيش نهضر معاكم كما قلت لكم خديت هذا سويك هذا اللي كيجي هكا سامبل. انا دائما كتعجبني الحاجه سامبل. هاد البلاصه فيه هنايا بحال الدان كما كتشوفوا معايا هكا ومن اللور هنايا الجلد يعني بحال الجلد عادي ومن الداخل ديالو كاينه فيه هاد البوشيطه هادي. المهم هو من الداخل هكا كيجي صح الصراحه الكاليتي ديالو زوينه وعجبني. ومن الداخل فيه هاد البوشيطه هادي نقدر نجمع فيها هكا الماكياج ولا شي حاجه ولا مثلا بحال الشارجور التليفون شي حاجه هكا الا كنتو خارجين. وفيه حتى السميطه ديالو الا بغيتو تهزوه يعني هكا بليد ولكن انا جاني من الاحسن انه يتهز غير بحال هكا غادي يكون احسن يعني انه يتهز غير بحال هكا غيجي مزيان. المهم بالنسبه لهاد السميطه راه مديوره لهاد البوشيطه الصغيره يعني نقدر نهزها غير هي بوحدها بحال هكا حتى هي استغلها صاك ولكن انا غادي نستغلها غير اطروس. بالنسبه للثمن ديال هذا الصاك البنات غادي تصدموا لحقاش كان قال لي واحد الثمن خديته بثمن اخر صراحه في الاول هو كان قال لي الثمن ديالو 200 درهم ولا ما عرفتش 4400 ولا 200 درهم. المهم هادشي اللي قال لي وفي الاخر خديته عنده ب 120 درهم يعني جيتو من الاخر وخديتو عنده ب 120 درهم. صراحه جاني ثمن مزيان ولا كاليتي كتبان زوينه يعني غادي يصبر معايا ماشي شي حاجه اللي غير غنديرها مره وغادي تخسر صافي. المهم هادشي اللي خديت حتى واحد التوب ديال واحد الجلابه ولكن سمحوا لي ما وريتوش لكم لحقاش كيف جيت ديتو على السيده اللي كنخيط عندها داكشي علاش ما صورتوش لكم حتى ان شاء الله نكمل الجلابه ديالي وغادي نشاركها معكم. المهم البنات هنا بغيت نهضر معكم غير على واحد الموضوع. الفيديو اللي حطيت الاخير اللي قبل من هذا الفيديو بالنسبه لكم اللي فيه بزاف البنات تواصلوا معايا في الخاص قالوا لي علاش ديزاكتيفيتي الكومونتيرات. انا نقول لكم البنات انا ما ديزاكتيفيت حتى شي حاجه وانما اليوتيوب هو اللي حيد لي الكومونتير من داك الفيديو. ما عرفتش الصراحه السبب علاش هذا المشكل كنت شفته بزاف عند بزاف ديال القنوات ولكن ما عرفتش جا الدور عليا حتى انايا باش يقاطعني هاد المره ولا ما عرفتش صراحه مازال ما عرفتش شنو غادي ندير وكيفاش غادي نحل هاد المشكل مازال ما عرفت حتى شي حاجه. المهم عارفه ان داك الفيديو فاش حطيته ديزاكتيفاو لي كومونتير ما صيفطوا ليا لا ميساج لا علاش لا شنو السبب كاتب لي غير واحد اللائحه يعني في التحت انه يعني بحال تخطيط الشروط والشروط ديال اليوتيوب علاش انه ديزاكتيفي ليك لي كومونتير هو انك تبيني مع وليد صغير. كنت ديجا شرحت لكم هاد الحاجه من قبل فاش كانوا خرجوا هاد القانون ديال الوليدات الصغار هكا انه ما يبقاوش يبانوا في القنوات وقلت لكم يعني ما عرفتش غادي يطبق ولا لا. وصراحه مؤخرا ما بقاش كنبين والدي تفاديا لهذا الشيء ما بقاش كنبينوا معايا في الفيديوهات ولكن في هذا الفيديو الاخر واحد اللقطه الا كنتو تفرجتوا غتشوفوني هزيت انا فاش كنتخلع فاش كان بابا كيتقب هكا الحيط بهذاك الشينيور تخلع وهزيتو دزت هكا غير دزت من حدا الكاميرا ومشيت ما عرفتش واش على قبل هذيك اللقطه فاش بان فيها ادم علاش ديزاكتيفاو ليا داك
داك لي كومونتير ولا لا. المهم بالنسبه للبنات اللي اكيد بغاو يتواصلوا معايا، راه دائما كنخلي لكم الانستغرام ديالي في التحت، دخلوا لعندي وهضروا معايا كنجاوبكم كاملين، كنهضروا تما في يعني في حوايج خاصين وفي بزاف ديال الحاجات، ودائما كنشارك معكم هكا لي بوست ولا التصاور اللي ما كنشاركهمش معكم في اليوتيوب كنحطهم لكم في الانستغرام. المهم البنات دابا غنجمع هذا الشيء حتى هو نحطوه هكا على جنب حتى نكون غاديه. دابا غادي نهبط باش ندير واحد الروتين ولا واحد الماسك للوجه ديالي. صراحه اليوم النهار كله انا بالمكياج وبهذا الشفر حتى هما جاوني تقلوا عليا اليوم، واحد جلس بهم النهار كامل ما مالفش يعني هكا كنجلس بهم. غنمشي باش نحيدهم ونغسل الوجه ديالي، ندير هكا شي ماسك للوجه ديالي. وهانتوما دابا جيت باش ندير واحد التنظيف عميق للبشره ديالي كما قلت لكم. المهم هنايا كندير هاد الباندا هذه اللي كتشد ليا هكا الشعر ديالي، المهم باش ما يفزكش بالماء. هنايا اول حاجه غادي نديرها هو كنمسح الوجه ديالي من المكياج. صراحه عاده كنمسح هكا بشي دي ماكيون اولا، ولكن نسيت انا ما جبتوش معايا، داكشي علاش مسحته غير بهاد لي لانجيت هادو اللي كنستعملهم الادام. صراحه زوينين بزاف، يعني ما فيهمش مثلا مواد حافظه ولا مثلا دوك ديك الرائحه اللي كتكون في لي لانجيت العاديين، الرائحه ديال الورد اولا رائحه ديال البخفه عادي فيها لانكول، يعني هادشي ما فيهمش لحقاش هما ديال الاطفال، خاصين هكا غير بالاطفال. داكشي علاش كنستعملهم حتى الوجه ديالي شحال من مره هكا وما كنخاف والو، يعني ما كيجيني لا حساسيه لا حتى شي حاجه للبشره. المهم من بعد ما مسحت الوجه ديالي مزيان وحيدت هادوك الشفار، بالنسبه لدوك الشفار البنات تقدروا تستعملوهم مره اخرى، يعني ماشي غير الاستعمال واحد، تقدروا تمسحوهم بدي ماكيون وتعاودوا تستعملوهم. انا غير ما جبتش معايا دي ماكيون داكشي علاش غادي نلوحهم، يعني ما غاديش نعاود نستعملهم. اول حاجه درتها غسلت الوجه ديالي بواحد الصابونه ديال الطوس ديال الحليب، هذه كنغسل بها هكا مره فاش كنكون هكا في الدار عند الوالده ديالي، كنجيبها وكنخليها يعني غير الوجه ديالي خاصه هذيك غير ديالي ديال الوجه. من بعد نشفته مزيان وجيت باش نستعمل هذا الماسك هذا اللي ما كنستغناش عليه، دائما معايا فين ما مشيت كنديه معايا. هذا البنات كما كنقولوا منقذ المواقف الصعبه هو هذا الماسك، يعني باش كيكون الوجه ديالكم معيان وباغيين واحد الاشراقه فيه، اولا مثلا كنتو النهار كله نتوما دايرين المكياج بحال انا اليوم ضليت يعني النهار كله وانا دايره المكياج وهذا، وحسيت بالبشره ديالي انها عيات يعني بداك المكياج اللي دايره، بغيت نعطيها واحد ترطيبه ولا واحد اشراقه، واستعملت هذا الماسك اللي خديت من عند خالد مرحبا اللي دائما كتسولوني على الثمن ديالو على فين خديته، ودائما كنجاوبكم في لي كومونتير. المهم هنايا درتو من بعد خليته تقريبا المده ديال 10 دقائق حتى ربع ساعه على كل وحده والوجه ديالها، يعني الوقت اللي كيشرب هذاك الماسك. صافي من بعد غسلت الوجه ديالي مزيان بالماء بارد ونشفته، اكيد ضروري تنشفوه من وراء اي ماسك. هنايا كنت كنشارك معكم هذا الماسك الاسود اللي سميتو القناع الاسود، وبزاف المرات حتى هو كتسولوني عليه الاسم ديالو البنات هو القناع الاسود. هذا خاص بلي بوان نوار يعني بالرؤوس السوداء، الناس اللي عندهم هكا الرؤوس السوداء كنصحكم بهذا الماسك، زوين بزاف كيحيد لكم لي بوان نوار من يعني من الاعماق ديالهم. المهم انا هنايا درت غير واحد الطبقه خفيفه هكا باش دغيا تنشف ليا، لحقاش ديجا ما يعني ما عنديش بزاف الرؤوس السوداء غير في هاد المناطق اللي درت فيهم. كاين بامكانكم انكم ديروه يعني على الوجه ديالكم كله، ولكن انا ما عنديش يعني دوك النقاط السوداء في الوجه ديالي كامل غير هاد البلاصه هنايا عند الانف ديالي وتحت الفم فاش كيكونوا بعض المرات. المهم سمحوا لي على الاضاءه لحقاش جالسه في التوش ما الاضاءه شويه ناقصه. المهم هنايا من بعد ما نشف راه كتحيدوه هكا بحال واحد الطبقه كتكون لكم على البشره ديالكم كتحيدو. المهم هنا كنحاول معاه حيتاش ما عنديش الضفار، المهم قطعت الضفار ودرت ديك الطبقه رقيقه شويه هكا على الوجه ديالي. ومن بعد اكيد ما حيدت هذاك الماسك هنايا دزت للترطيب ديال البشره. غادي ناخذ هنايا هاد الكبسولات ديال فيتامين او اللي دائما حتى هما كنشاركو معكم اللي خديتهم من لا مارك باليا، حتى هما زوينين بزاف. بالنسبه لهاد الكبسولات كيجيو شويه بحال كيجيو
تقال شويه في هذا في القوام ديالهم. داكشي علاش كنخلطهم مع اي كريم مرطب للوجه. انا هنايا خلطتهم مع زبده الشيا، كريم ديال زبده الشيا، حتى هو صراحه زوين بزاف للوجه. صافي هنايا كنرطب الوجه ديالي. هنا كنسالي معكم هذا الفيديو، كنقول لكم بسلام عليكم، كنضرب لكم موعد الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، ما تنساوش كنحماق عليكم، وتصبحوا على خير.